طيب كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت، المحاولة فاز الاحتياب، يقول كرة عرضية بتمر هترة، لكن الكويت بأن يأتي بثمار، صالح المنتخب السعودي هترة لكن تنقطع، حلوة لصالح منتخب الكويت، نقلة سريعة، محاولة استفادة، عنصر المو كرة بالطول ترجع مرة ثانية، محمد بريك منتخب السعودي، فوز العتيبي، كرة اللعب منتخب الكويت لا بلعبها، ترجع مرة ثانية، كرة بالنص، ما زالت بداية أحداث المباراة، ترقب الودية والرسمية ما بين الفريقين، كرة اللعب حمد القلاف ناحية اليسار، منتخب الكويت تبي برجعها، رسم كرة معه، حاول الآن للتحضير، شايت على المرمى لكن بعيدة، وزع تبي، يمكن هي الهجمة الأولى بتلعب سامي النجعي، مقطوع لصالح منتخب الكويت، مود توصل مرة ثانية، الهدوء والاستقرار، حصل التحضير النفسي بالسلامة للاعب المنتخب السعودي، الشق أو في ملعبه يظهر أيضا تفاهم جيد، تقدم وانتظام الصفوف لحين المنتخب السعودي، والضغط على حامل الكرة من قبل متابعة والانتظار والمحاولة، سامي النجعي وفي فاول يستفيد منها محمد الكويكبي، ويرتب الأمور في المنافسة، كرة اللعب ناحية إلى صالح الشيري، غريبة تمر، مقطوعة لصالح منتخب الكويت، الوفوز الاحتياطي بيمر بيلعب كرة عرضية خطرة، لكن غطي أفضلية في الاستمرار، كرة لصالح منتخب الكويت، بارك الفنيني من فوز الاحتياطي، فنيني بيلعب كرة عرضية بتمر خط، طبعا الأهداف أتت من إلى القلاب، تنغل بالنص، محاولة الآن لصالح منتخب الكويت، فوز الاحتياطي بينقلب في الأمام ناحية اليسار، الشيدي لصالح منتخب الكويت بيحاول يلعبها بالنص، الوا مهدي دشتي بركادة جميلة الحقيقة، يضع لمسات المؤثرة في منطقة الوسط للاستحواذ، أنا من اليسار إلى العمق الآن، والمحاولة لصالح المنتخب السعودي، الانتقال تمتي خطرة لكن التغطية، برافو الدفاعية لصالح منتخب الكويت، عبد العزيز ناجي بيتقدم ياخذ كرة الآن، بيحاول يكمل، بيحاول يستفيد، بارك الفنيني كرة معاه، بيحاول يحافظ على الكرة، بيرجعها إلى حمد القلاب، أنا عبد العزيز ناجي الوا بتفاهم، حاول يضع كويكبي لكن تفاهم جميل، يضع أندريس كرال أيضا، عبد العزيز ناجي توصل كرة بالنص إلى فوز العتيبي لصالح منتخب الكويت، إلى فهد حمود، محاولة الآن لصالح منتخب الكويت، بندر السلام، مهدي دشتي، نغلة ناحية اليسار، فوز العتيبي كرة معاه، محاولة لكن صالح منتخب الكويت توصل كرة بالنص لفوز العتيبي، بيحاول يتقدم، بيلعب ناحية اليمين، سنو غريب لكن بيشيله فهد حمود، توصل منتخب الكويت، فوز العتيبي كرة معاه ناحية اليمين، المحاولة أيضا تقدم جهة اليمين بأكثر من لاعب، الرشيدي بيحافظ على الكرة، سامي الصانع بالنص بينقلها، اقضوا علي صالح منتخب الكويت الظفيري، فوز العتيبي حلوة بيحافظ على الكرة، أحمد تغيير في وسط الملعب، خروج مهاجم صريح ودخول لاعب وسط، أمور مطالبة فوز العتيبي مع هذا التدخل، كرة مع منتخب الكويت، أحمد ظفيري بيغير ناحية اليمين، كرة معه إلى فوز العتيبي بيلعب كرة عرضية لكن تنشال من دفاع المنتخب، أيضا تغطية ترجع مرة ثانية ناحية اليمين، تبي خطر الله، حلوة حلوة حلوة، فوز العتيبي، فوز العتيبي بيتابع كرة ناحية اليمين، بيتأتي اليمين، شوف 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 أشكنانية وشوف وضع كرة